هل مولود الأسد مبعوث بأسبوع جيد؟ هو الأسبوع الثاني من شهر آذار مارس 2023. يا عزيزي، بتقطف ثمار جهود الأسبوع الأول أو الأشهر الأولى من الشهر بهالأثناء بهالأسبوع. تتطور أمورك بهدوء وسط مناخ عذب، حيث بتوضع حجر الأساس لمشروع يمكن عم بيلوح بذهنك من وقت طويل. بتستمر بهالفترة بطريقة مريحة وبتشعر بالنجاح ليوم السبت 11. الفترة الواقعة بين الخميس 9 والسبت 11 كتير مناسبة للمغازلات واللقاءات العاطفية الفريدة، بيصير فيها شي بيسعدك، بيكتر حولك الأصدقاء ويمكن يفاجئك أحدهم بهدية أو بخبر مناسب. لازم تعرف إنك قدام فترة مهمة وجيدة وإنك رايح إلى أمور مميزة. الفلك بيحذرك من أي إجراء أو من إخفاء أمر بين الأحد 12 والتنين 13، لكن راهن على يوم الثلاثة 14 وحتى الأربعة 15 لأنهم من أفضل أيام الشهر، وبخبرك أكثر عنهم بالأسبوع الجاي.